GFX Academy. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات GFXAcademy.net. هنبدأ النهاردة ان شاء الله في بداية عملية الموديلنج للسبيكرز وللوكيشن اللي السبيكرز هتبقى موجودة فيه. طبعا الموديل اللي احنا نعمله مش هاي ديتيلد موديل، لا احنا هنعمل موديل بسيط على اعتبار ان الكاميرا مش هتبقى مركزة عليه بشكل دائم او من قريب قوي. السبيكر مش هيكون زي اللي احنا شفناه في الورشة، السبيكر هيكون حاجة تانية خالص، مختلفة خالص، وكمان هيتحرك بطريقة مختلفة خالص عن اللي احنا شفناه في الورشة. نبدأ المحاضرة بتاعتنا بالصور او الحاجز اللي هو الدائري اللي احنا شفناه في الصورة اللي احنا عملناه. الحاجز ده هنروح نعمله بالسيركل ونخلي البلين اكس زد بالمنظر ده كده، بحيث تبقى طبعا يفضل او يعني بحب ان افضل ان انا طالما عندي خاصية بلين ان انا ما استخدمش الروتيشن. طبعا الراديوس بتاعه هيبقى كبير قوي، وليكن مثلا هعمله 3000 يعني عشان يديني رينج او وايد رينج ان انا اتحرك فيه. تمام، ده كده اول سيركل او اول حاجز هعمله. بعد كده انا عايز اخليه زي الماسوره كده، هروح احط سيركل كمان. تمام، او هعمل دبل كيت السيركل دي، بس الراديوس بتاعها هيبقى مثلا بتاع 5 ولا حاجة، يعني حاجة صغيرة كده. بعد كده هنروح للسويب نيربس ونسمي السيركل دي بيج، نسمي السيركل دي بروفايل، ناخد البروفايل وبعدين ناخد السيركل بالمنظر ده كده. تعالوا كده نقرب لان في غلطة. تمام، الغلطة ان الدايرة بتاعت البروفايل دي انا خليتها اكس زد، المفترض تبقى اكس واي عشان تبقى اسطوانية. ولا المفروض دي اللي تطلع كده؟ هي كده مظبوط مظبوط، بس بالظبط اكس واي عشان ما تبقاش مسطحه، يعني عشان ما تبقاش مسطحه. طبعا انا هعمل الراديوس اكبر شويه بحيث يبقى الشكل باين. في حاجه بقى بالنسبه للتجاعيد اللي انتوا شايفينها دي، التجاعيد دي في الاثنين هروح للبروفايل هخلي الانجل بتاع الادابتيف بزيرو، واروح للبيج واخلي برضو الانجل بتاع الادابتف بزيرو فيديني السموث. على فكره في ناس ممكن تستبدل بالناتشرال ويونيفورم والكلام ده كله، بس بياخد وقت قوي كتير قوي 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 في عمليه الريندر، في حين انا ممكن احصل عليه ان انا لو خليت الانجل بتاع الادابتف بزيرو. طيب كده ادي اول واحد خلصنا منه. تعالوا نسمي ده اللي هو طبعا هما هيبقوا حاجزين قدام بعض واحد تحتهم. تعالوا نسمي ده اوتر بيج ونعمل منه دوبليكيت ونسميه انر بيج ونعمل منه دبل كيت ونسميه لور بيج، على اعتبار ان انا هاجي للفرونت ده واخد اللور بيج وانزله لتحت
تمام. و هنزله لتحت واصغره كمان، واعمل له سكيل تمام، ونضغط شيفت عشان يعمل سناب، سناب 1/10. انا هخليه 9/10 تمام بالمنظر ده كده. ويمكن بلاش 9/10 لحسن لا ماشي مفيش مشاكل، مش اعتقد هي 9/10 كبيرة، كبيرة شوية. خليه كده مثلا، لان الانر هيبقى اصغر منه. خليه كده مثلا تمام بالشكل ده كده، مش بالمنظر ده. طبعا ممكن ناخد اللور بيج ده بشيفت. طبعا على فكرة لما اتحرك وانت ماسك شيفت بيعمل سناب، بيعمل سناب ب10، يعني كده 40 20 30. هي بتفيد شوية انك انت تبقى عارف يعني الجسم على بعد قد ايه من الجسم التاني. طب تمام قوي كده. بعد كده تعالوا بس الاول ناخد انجل كاميرا، نرفع الكلام ده كله هنا كده، نجيبه هنا كده تمام. وتعالوا ناخد زاوية الكاميرا، بس خلي زاوية الكاميرا شوية، نخليها شوية. طيب تعالوا نعمل بقى الحواجز اللي هتبقى من اول هنا لهنا ومن اول هنا لهنا. هي الحواجز دي تهيأ للباشا ده عايز يتعمل له سكيل شوية لجوه كده مثلا. الحواجز دي هتبقى عبارة عن مجموعة من السلندرز. طيب تعالوا نعمل مجموعة السلندرز دي. هنروح ل سلندر، هنخلي الراديوس بتاعه قليل ماشي بالشكل ده كده ماشي حاجة بالمنظر ده، ونخلي الهايت بتاعه برضو قليل. عندنا كذا طريقة بقى علشان نعمل بيها الحاجة زي، يبقى عبارة عن ثلاث سلندرات مجتمعين في نقطة تحت في المركز. نقفل السلندر ده شوية، هو طبعا مش هيبقى باين من بعيد. ممكن بقى ان احنا نعمل ايه، ممكن نعمل اري. بدل ما نعمل الاري ممكن نروح لموجراف كلونر وناخد السلندر نحطه جوه الكلونر بالشكل ده كده، يعني تبقى فيها تحكمات اكتر من الاري. لو انا رحت بقى للكلونر وبدل المود ما هو لينير هخليه راديال تمام، كاونت ب3، راديوس متهيألي كويس زي ما هو. فاضل بس حاجة واحدة، ان انا اخلي البلين اكس زد بالشكل ده كده عشان يبقى لفوق. طبعا عندك ستارت انجل وعندك اند انجل، مش هنحتاج كل الكلام ده كله. ريندر انستنس عشان يقلل لي وقت الريندر. طبعا ريندر انستنس مش 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 يقل وقت ريندر بالمصطلح الحرفي، لا هو ريندر انستنس معناه انه هيعامل اوبجكت واحد بس من جوه الكلونر، وكل الاعدادات اللي على الاوبجكت ده تطبق على الباقي كانستنس، مش هيرندر كل اوبجكت لوحده. نيجي لترانسفورم وتعالوا نعمل روتيت تمام بالشكل ده كده. اعتقد ان الراديوس هيقل بالشكل ده، متهيألي السلندر الراديوس بتاعه لو قل شوية يبقى احسن تماما. نلاقيه بالمنظر، بالمنظر ده كده. طيب المفترض ان السلندر ده انا هاخده وهعمل له
كلون تاني على امتداد الباشا ده. طيب نخلي الكلونر ده نسميه يونت يونت، نسميه يونت وخلاص، انا مش عارف اسمها ايه اصلا. واليونت دي نروح لمجراف تاني، كلونر تاني، واحط دي جوه دي، بس المرة دي هقول له اوبجكت. الاوبجكت بتاعي هقول له اللور بيج على السيركل دي، تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. هو بس انا بقى هبدا ايه يعني ارفعها لفوق شويه، ممكن ان انا انزل بلين افكتور واشتغل بيه ان هو يرفع لي الوحدات دي بحيث تروح مكان ما انا عايز، وممكن ان انا اشتغل بالاوفست، بس الاوفست لا، تمام. ممكن اشتغل بالبوزيشن بتاع الكلونر نفسه خلاص، لكن انا هشتغل بالكاونت الاول. هزود الكاونت لان انا عايز عدد كبير وسموز روتيشن. اشيل المنظر ده كده، اعتقد 100 كفاية قوي، ربنا يستر بقى في الريندر. ريندر انستنس اكيد، عشان احنا هنتلكك ان احنا نخفف وقت الريندر شوية. ماشي بالمنظر ده، فاضل ان احنا نرفع بقى كل الكلونز دي لفوق. ممكن ان احنا نعمل كده، تمام. طبعا مش هينفع، ليه؟ عشان انت تعمل او ترفع الكلونز لازم ترفع الاوبجكت، ماشي. فاللي احنا نعمله بقى وامرنا لله، دي هنسميها سيج مين، اللي هو مش عارف والله يا سيج مش عارف هي ايه بالظبط، بس اي اسم بقى. نروح لمجراف ونروح ل فين، بلين افكتور، بلين افكتور خلاص. طبعا نخليه انفينيت زي ما هو خلاص. ده هنسميه يونتس ريز اب، تمام. وهاجي للبارامترز واروح بقى لمين، للفرونت كده، علشان نبقى شايفين بالظبط احنا بنعمل ايه. احنا عايزين ده، تمام. ناخد دي بالشكل ده كده، بالمنظر ده كده، تمام بالشكل ده كده. هو فاضل بقى ممكن نعمل حاجة من اتنين، فاحنا بصراحة او انا بصراحة هعمل الاسهل، هروح للاوتر واخد السكيل بتاعه واقلله كده، واروح للانر واخد السكيل بتاعه واكبره كده، ماشي. هو بدل ما اقعد اشتغل في مين، في الكلونر، والواحد قلبه يتعبه، تمام، نشتغل في ده احسن. هو فاضل بس العمود ده، نروح لليونت، للترانسفورم، و طيب هو اللي بره مظبوط ولا مش مظبوط؟ تعال نروح للتوب، هو التوب اللي هيظبطها. مش مظبوط، عايزين نظبطه كده، مظبوط. وكده ده مظبوط. فاضل العمود ده، فاضل العمود ده، المفروض ده يلف شوية كده. طيب عشان يلف اللفة دي نروح لليونت، ونروح لأوفست، نروح لطوب بس الأول عشان نقدر نظبط الدنيا. نعمل أوفست بالمنظر ده، هو كده حاجة كده مثلا، حلو، تمام. هنرجع نعدل تاني في الانر،
نخليه كده ونيجي في الاوتر نجيبهم كده اهو بالشكل ده كده. نشوف بقى كده متهيألي كده تمام. نرجع كده تمام ومفيش اي مشاكل كده. يبقى احنا عملنا العمود او الجدران او ال لا في مشاكل. طيب احنا هنقعد نصلح كتير، فنروح للاوتر ده واروح للبروفايل. تمام، ايه اللي هيجرى لو خليت دي 10؟ كده مثلا. وايه اللي هيجرى برضو لو عملت دي؟ هي دي كام؟ دي 16. طيب يبقى كله على كده بقى 16، ودي كمان 16 كده تمام. مش هيبقى في اي مشاكل تانية بالشكل ده كده متهيألي. لو حتى لو اللي تحت ده قل شوية، على فكرة انا بهتم شوية بالديتيلز معلش فاستحملوني. تمام، لو اللي تحت قل شوية على اعتبار تبقى بالشكل ده كده يبقى مفيش اي مشاكل. ممكن برضو البروفايل يقل شوية، البروفايل يقل شوية، ونيجي للسلندر الراديوس بتاعه هو اللي يقل حبتين بالشكل ده كده. وعدد اليونتس انا متهيألي احنا عملنا 100، هنعمل اكتر من 100 ايه؟ مش مشكلة خلاص كده. ماشي، والبروفايل ده 13 وده 13 وده 13 كده. خلصنا من مرحلة أو إنشاء أول سيركل. في الجزء الثاني إن شاء الله هنتكلم على إن احنا نعمل من السيركل ده 3 طوابق ونعمل بينهم العمدان بتاعته.